تكلمني قدام الخليفة. ما هو هذا اليوم اللي كنت تتمنيه؟ يا ريتني قعدت مع عبد الرحمن ولا تمنيت هذا اليوم يا شوك. صلانة افرحي واستبشري واضحكي قدام الخليفة. مولاي ولا ينتهي حسنك وينولك ما تشتهي ولا ينتهي حسنك وعلى الإحسان ويكون نصيبك في الغرام فوق المرام دايما دايما بلا حرمان والأمر لك والنهي لك واللي ملك الاتنين يعيش سلطان كل المحبين في سلامتك. سلامة سلامة. سلامة عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الرحمن رجعت لي يا عبد الرحمن يا فرحة قلبي. مالك؟ ايش هذا؟ دم
سلامة. قلت لك اليوم إذا لم تكون من نصيبي في هذه الدنيا فأنت زوجتي في الآخرة إن شاء الله. سلطان عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن، رد علي على سلامة، لا تتركني يا عبد الرحمن، لا تتركني. من يوم وفاة أبو عبد الرحمن يا كبداه وهي كما ترين تدور حزينة شاردة، لا تسير ولا تقعد إلا في الطريق اللي كان يمر منه أبو عبد الرحمن.